مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالأمس تمكن المقاتل المغربي يوسف الشلوقي من الفوز على خصمه الفرنسي فيكتور باس بالضربة القاضية منذ الجولة الثانية من هذا النزال، وذلك ضمن بطولة فايت فور للكيك بوكسين التي أقيمت ببروكسل. وقبل مشاهدة هذا النزال، فإذا كنت من عشاق رياضة الكيك بوكسين والرياضة القتالية فلا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك، يصلك كل جديد وفرجة ممتعة. Ristek, Mati, Ristek! Hey, Yusuf! Smeelik, Sofie! 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 Sm